إنه رجل الأمن الأقوى في الكويت، عمره 80 عاما، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي للعهد. في هذا الفيديو متابعي قناة المجلة نتعرف على حقائق هامة عن ولي العهد الجديد في دولة الكويت. المجلة، قناة الإبداع في عالم المعرفة. صرح معالي وزير شؤون الديوان الأمري الشيخ علي جراح الصباح إن أسرة آل الصباح الكرام قد باركت تزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد. اختار أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أخاه الشيخ مشعل ولي للعهد، وذلك بعد مرور أسبوع على تولي الشيخ نواف الحكم خلفا لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الأربعاء أن أسرة آل صباح قد باركت تزكية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت. وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، قضى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عقودا من حياته للعمل في الجهات الأمنية والعسكرية بالكويت، الأمر الذي جعله أحد أهم رجال الأمن بالكويت، ومنحه خبرات أمنية كبيرة سخرها في الحفاظ على مقدرات بلاده وصيانة أمنها واستقرارها. بدأت حياته العملية في وزارة الداخلية التي تدرج في مناصبها المختلفة وصولا لمنصب رئيس المباحث العامة على مدار 13 عاما، تحول هذا الجهاز على يده إلى إدارة أمن الدولة قبل أن ينتقل لاحقا لمنصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وهو المنصب الذي شغله على مدار 17 عاما وحتى اليوم. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح هو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح الحاكم العاشر للكويت. ولد في الكويت عام 1940 وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية بالكويت، وهي نفسها التي سبق أن التحق بها أخوه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ثم توجه الشيخ مشعل إلى بريطانيا حيث التحق بكلية هندن للشرطة في المملكة المتحدة البريطانية وتخرج فيها عام 1960. وبعد تخرجه التحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا للمباحث العامة أنذاك برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980، وقد تحولت في عهده إلى إدارة أمن الدولة التي لا تزال تعمل بالكويت تحت هذا الاسم. وإضافة إلى عمله الأمني، عين الشيخ مشعل من قبل أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عام 1977 رئيسا لديوانية شعراء النبطة عقب تأسيسها. وكما كانت له إسهامات بارزة في وزارة الداخلية، أسهم الشيخ مشعل في وضع الدعائم الأساسية للديوانية لإيمانه بأهميتها في الحفاظ على الموروث الشعري ودعم الشعراء واحتضانهم، بالإضافة إلى دورها المهم في توثيق الشعر النبطي، وهو الدور الذي ما زالت تمارسه حتى اليوم. قضى الشيخ مشعل 17 عاما في رحاب الحرس الوطني، ففي 13 من يناير عام 2004 صدر مرسوم أمري بتعيين الشيخ مشعل نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير. والحرس الوطني هيئة مستقلة عن الجيش والشرطة، ومهمه تتمثل في مساندة الجيش في الدفاع عن الوطن ومعاونة قوات الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الجبهة الداخلية ضد كل الأخطار التي تهددها، وتأمين الأهداف أو المنشآت الحيوية في البلاد، والاستعداد الدائم لتلبية أي مهمة أخرى يكلف بها من قبل مجلس الدفاع الأعلى. وظل الشيخ مشعل يشغل هذا المنصب على مدار 17 عاما وحتى اليوم، نجح خلالها في أداء عمله بحب وتفان،
وخلال أزمة كورونا التي شهدتها العديد من دول العالم ومنها الكويت على مدار الشهور الماضية، ظهر الدور القوي للحرس الوطني الكويتي في مساندة قوات الجيش والشرطة في حفظ الأمن وتطبيق حظر التجوال والتغلب على الجوانب المختلفة من الأزمة، حتى إن هذا الجهاز أنيط به إدارة بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. وخلال توليه هذا المنصب كان الشيخ مشعل حريصاً على الالتقاء مع الخريجين من الحرس الوطني لترسيخ الركائز والقيم التي يجب أن يستحلوا بها، ابتداءً من غرس عقيدة راسخة للدفاع عن قدسية الوطن وأراضيه وتحقيق الأمن والأمان لمواطنيه. توج الشيخ مشعل رحلة عطائه في الحرس الوطني بتكريم فرنسي تقديراً لجهوده، وفي الرابع من ديسمبر عام 2018 تقلد الشيخ مشعل الأحمد الصباح وسام قائد جوقة الشرف في الجمهورية الفرنسية، وأشادت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي التي قامت بتقليد الوسام للشيخ مشعل، مشيرة إلى أنه أحد الرجال الذين بنوا الكويت وساعد في بناء الصداقة بين فرنسا والكويت على أسس متينة وبنائها حجرا بعد حجر. ويعول الكويتيون على ولي العهد الجديد في توظيف خبراته الكبيرة ليكون عضداً ومعيناً لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في قيادة الدولة والنهوض بها. وحددت المادة 7 من قانون توارث الإمارة مهام ولي العهد، وتنص على أنه ينوب عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حال تغيبه خارج الدولة وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور. وبحسب المادة نفسها للأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلية في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية. صرح معالي وزير شؤون الديوان الأمرية الشيخ علي جراح الصباح إن أسرة آل الصباح الكرام قد باركت تزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المحمود في خدمة الكويت. للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من 1,000,000 مشترك، وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه.